لما يدخل عبد الله بن حذافة السهمي على ملك من ملوك الروم لما أسره رضي الله عنه وأصحابه، فلما أسر قال لا تقتلوه وإن مرموا بالسهم بين جنبيه ولا أريد أن تصيبوه، فصاروا يرمونه بالسهم يخوفونه، ثم قال قفوا، ثم قال له أترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، قال والله لو أعطيتني ملكك كل ما تركت هذا الدين، قال إني قاتلك، قال افعل ما تشاء. فأتي بقدر عظيم فيه الماء الحار يغلي، فأخذ أحد الأسرى فألقي في القدر فصار عظاما تلوح، مات بشدة حرارة الماء، فقالوا له إن لم ترجع عن دين محمد ألقيناك فيما ألقيناه فيه، قال افعلوا ما شئتم. فأخذوه وحملوه على بكرة ليلقوه من بعيد في هذا القدر العظيم، فلما رفع بكى، وكانوا ينتظرون هذه الساعة، بكى يعني خاف لعله رجع، فقال قفوا، فقال بكيت؟ قال نعم، قال ما الذي أبكاك؟ قال أبكاني أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، تمنيت أن تكون لي أكثر من نفس تذهب في سبيل الله، كما قال والد جابر عبد الله بن عمرو ابن حرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتدري أن الله جمع أباك وأصحابه، فقال تمنوا علي، قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية، لما رأوا من النعيم بهذه اللحظات عند خروج الروح يغفر للمجاهد مع أول قطرة دم تخرج منه. قال بكيت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، فقال خذوه إلى السجن، فأخذوه إلى السجن فمنع من الطعام حتى إذا بلغ به الجوع والعطش مأخذا، قال قدموا له الخنزير والخمر، فقدموه له فما شرب الخمر ولا أكل الخنزير، فأخبر الملك فقال أدعوه لي، شغله بعزتي، شغل الملك كأن ما عنده شغل إلا هذا الرجل، فجاءه فقال ما لك لم تأكل ولم تشرب وقد منعت من الطعام أياما، قال أما إنه قد أذن لي فيه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويجوز للإنسان إذا بلغ به الجوع إلى الهلاك فإنه يجوز له أن يأكل لحم الخنزير ويجوز له أن يشرب الخمر، قال فما منعك إذن؟ قال ما أردت أن أشمتكم بالإسلام، أموت ولا تشمتون بدين الله تبارك وتعالى. فقال له الملك حينئذ قبل رأسي وأخرجك، قدم أي شيء، تنازل عن أي شيء، قال قبل رأسي وأطلقك، قال تطلق جميع الأسرى، قال أطلق جميع الأسرى قبل رأسي، فجاء وقبل رأسه ووفى له الملك فأطلقه وأطلق جميع الأسرى. فلما دخل عبد الله بن حذافة على عمر وأخبر عمر بما وقع لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قام إليه عمر وقبل رأسه ثم قال عزمت على كل من يرى أن لي عليه طاعة أن يقوم ويقبل رأسه. عزة، من أين جاءت هذه العزة؟ ينتمي لهذا الدين العظيم، يشعر بالفخر، يأبى الذل، يأبى الهوان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبياً.